مثل ما شفتوا مش بس عم نعطيكم نصايح لتأخير الشيخوخة، عم نفرجيكم كمان طرق البوتوكس طريقة واحدة. غير البوتوكس في عنا كمان الفيلر، إبراهيم حتفرجينا هلأ أنت عن الفيلر طريقة تانية لتأخير الشيخوخة. انضمت لنا ميشا، بونسوار ميشا. خبرنا شوي عن الفيلرز إبراهيم، أو شو حتعملها لميشا. هلأ الفيلرز هو بيختلف شوي عن البوتوكس. البوتوكس مثل ما بنعرف هو بيوقف حركة العضل، الفيلر بيعبي تعبي. هلا ما بيأخر، ولكن اذا بدنا بيخبي شوي من اثار الشيخوخه، مش انه في شيخوخه عندك، ولكن هذا الابتداء. هلا مثل ما كنا قبل عم نحكي، اللي انت حضرتك زعجك شوي هن هالخفسات الصغار يلي عندك اياهم حوالي المنخار. هلا عادة يلي ببين اول شيء هن هالخفسات يلي بينزلوا من حد المنخار، هدول بنسميهم الفولدز. هدول هلا عادة هيدي المنطقة هي اللي نحنا منعبيها هون، يعني عنا هيدي المنطقة هون، وفي عنا هيدي المنطقة كمان هون. هلأ في عندك بعض ناس كمان يلي بيصير عندهم بعض التجاعيد يلي بتصير فوق الشفة، خصوصا عند يلي بيدخنوا. إذا كانوا غماء كفاية هدول فينا نعبيهم. في بعض الأيام بيصير في عنا شوية تجاعيد حوالي العين من هون ومن هون كمان بيتعبوا. بعض التجاعيد خصوصا بهالمنطقة هيدي يلي ما بيكون عمل بوتوكس عبكير، بس يبلشوا يحفروا بهالمنطقة، هدول كمان منعبيهم. هلأ التعبية عادة يلي الواحد بيستعملها هي معمولة من أسيد إياليرونيك، موجودة بجلدتنا أوريدي، ولكن نرجع نحن منحطها موجود. هلأ في عدة أنواع وفي عدة أشياء. هيدا الفيلر الوقتي، هيدا الفيلر الوقتي. أنا تفضيلي لألي هو الفيلر الوقتي. في ناس بيفضلوا غير شيء، مش معناتها شيء صح شيء غلط، كل واحد تفضيله. هلأ المهم بالنهاية أنه وقت اللي منعمل تعبية أنه يضل شكلنا طبيعي، ما نطلع زوعة بعد ما نكون عملنا هالشي، وما نطلع مش نحنا. يعني ميشا بس بدها تروح على البيت هلأ لازم جوزة وولادها يعرفوها، مش انه تطلع شخص مختلف. اوكي متفقنا هيك ما هيك؟ طيب تفضلي ميشا بليز. هلأ ميشا يلي رح اعمله مثل ما فسرت لك، بدنا نحط بس شوية تعبية بالمنطقتين، منطقة اليمين ومنطقة الشمال. هن عبارة عن نغوزات صغيرة مثل ما اتفقنا. هلا انا عادة بحب بس اقسم هالمنطقة عدة اقسام بس مشان تسهل علي الشغل. ميشا ما تخاف ما بيوجع كتير، بيحرق شي بسيط. وهاللي بنعمله هالمنطقة يلي هي خيفسة هاي يلي عم نعمله، عم نفوت دواء. هلا يمكن الدواء يحرقك شوي صغيرة، ولكن هو موجود بقلبه بنج موضعي. هلا بعد شوي حتى اذا شفتك بعد شوي حسيتيها هيك شوي ثقيله، مش ثقيله كثير، ولكن كانك كنت عند حكيم اسنان. هذا من البنج الموضوع. عم بوجعك كثير ولا ماشي الحال؟ مقبول القصص؟ انت بتخافي من الابر. هلا بذات الوقت اللي بنعمله نرجع منمسد هالمنطقه هيدي مشان ما يكون في عنا مثل جلل، وتعطينا النتيجة اللي بدنا إياها. هلأ في ناس بيعوزوا إبرة كاملة على المنطقتين، في ناس بيعوزوا إبرتين، حسب كل شخص شكل. هيدي أول منطقة تقريبا انعملت هون، خلصنا منها. وهلأ رح ننتقل على المنطقة الثانية كمان. شو ميشا؟ ماشي حالك؟ لا صبوة أحسيت. هلأ المنطقة الثانية اللي عم نعملها كمان مثل أول منطقة، زيت الشيء ننظفها شوي كمان، منعبي هون كمان، وهيدي هوني كمان، واخر نكزه بتكون بهالمنطقه هي. وكمان نرجع نعمل مساج بسيط على المنطقتين. هلا اكيد وقت اللي الشخص بيكون نايم ما فينا نعرف شو النتيجه المضبوطه اللي رح تكون، مشان هيك وقت اللي بدنا نعرف اذا اعطينا النتيجه اللي نحن بدنا اياها. ميشا بليز بترجعي بتقعدي شوي تنرجع نشوف. موريس بدك شوية الكول بليز تنظف، نشيل الأثر الجريمي عن وجه ميشا. وهون كمان مننظف هالمنطقة كلها سوا. هلأ مثل ما منلاحظ انه المنطقتين هيدول صاروا شوي سوبرفيسيال أكتر عن قبل، يعني الفولد ولا اللي كانت موجودة بطلت ظاهرة كتير. الخفسة بطلت ظاهرة كتير، الزيح بده يضله موجود، مش رح يختفي الزيح، ولكن هالخفسة صارت مسطحة شوي أكتر مع الوجه. ميشا يو لوك جريت، ميرسي كتير لأنك أنت معنا الليلة.